السلام عليكم متابعين الشرقية للمواشي في كل مكان. أخواني اليوم 20 أيار 2024 احنا متواجدين في سوق الأعلاف في سوق مشيرفة مع العم أبو بشر. نتعرف على الأسعار بشكل عام، شوف أسعار الشعير والحنطة وكل شيء بضاعة موجودة بالسوق بما أنه احنا موسم حصاد. يا أبو بشر تحياتي يا عم بشر، تحياتي. يا وسهلا يا حي الله، شلونك؟ والله الحمد لله، ادعي لكم. على راسي يا عم بشر. بشر بيش الشعير اليوم؟ اليوم الشعير ب 2500 ب 2600 2500 2600 حسب الشعير، حسب نظافته. ايوه اعلى شيء النظيف 2700 هذا افضل شعير. هذا الحنطه بشر؟ الحنطه لل 400 و 400 و 300 بس ولا اكثر؟ والله شلون تريد؟ تريد نزود ما بيمشي. لا لا احنا نريد الشيء النظامي. هذا السعر اشتري من عندنا يطلع بالتلفزيون. من الاربعة وميتين الوين؟ للاربعة، من الاربعة للاربعة وخمسمية. ايوه من الاربعة للاربعة وخمسمية. ايوه تمام حسب نظافة. يا الاشياء سرجع باشا السلام. على راسي عمي ابو شر. الفاضي 15000. هذا شوال، شوال النظامي هذا. ايه 15000 شوال النظامي. نعم طيب خبز الخاله؟ الخاله ب 2100، الخبز ب 1500. ايوه تماما. شو ما قاعد اطلع بال على اليوتيوب ابو بشار؟ يعني انا ما عندي يوتيوب. انا عندي هذا تليفون. ما بفيسبوك ما عندي. ايوه بدك تشتري هاتف. ايش بدي اسوي؟ راسي ابو بشار والله ما عندي غير هذا الصرصور. ما عندي. الله يرزقك ابو بشار، تحياتي لك. طالعنا يا اخي بدنا نكشف لك شغله يا اخي. شايف العالم والازمه اللي عندي. ما يا ابو بشار اذا ما عندك هاتف شو تشوف حالك؟ والله يا اخي شوف على اخر بلد. يا اشتروا لي هاتف دبروا لي هذا. تمام اخواني، هاي الاسعار سوق مشيرفة. طبعا بالنسبه للبضاعه الموجوده اخواني، بالنسبه للحنطه الرجال ابو بشر يحكي على نظافه الحنطه. الحنطه من الاربعه لاربعه وستمائه سبعمائه ثمانمائه. نعم عم جد يقول للاربعه وخمسمائه حسب البضاعه الموجوده عنده والنظافه الموجوده عنده. والشعير من الالفين وثلاثمائه للالفين وسبعمائه حسب نظافه الشعير. ويبقى 2500 مثل الاسعار مثل سوق البقاله. نعم وعندهم شويه نخاله غاليه ب 2200 قاعد يبيعون، والنخاله عندنا بالاسواق ب 1500 حسب البضاعه الموجوده داخل السوق. جديد ب 1000 ليره. ب 1000 ليره مشترينه؟ ب 1000 ليره مشترينه. تبن العدس بس اليوم الجديد بس بيوسخ مو؟ ماشي حاله. يعني ماشي حاله، مو حيل نظيف. ايه؟ كيلو ب 1000 ب 1000 ليره. بيش بيعوا عجل؟ بيش تبيعونه؟ والله 1200 حسب. ايوه 1100 1200 حسب. طبعا هذا تبن عدس ولكن ما هو نظيف زياده اخواني. أنا أول مرة أشوف تبن عدس. هاي إخواني البضاعة الموجودة داخل سوق الأعلاف في سوق أم شيرفة. حياكم الله كل متابعين الشرقية للمواشي أينما وجدتم. قارنوا الأسعار بين سوق البقارة وسوق أم شيرفة بالنسبة لسوق الأعلاف والأسعار بشكل عام. حياكم الله أحبتي بالله.